عليكم، معكم رزان علي. إن شاء الله اليوم رح نشرح للتشابتر الثالث من مادة الفاينل بروتين كلاسيفيكيشن. هلا البروتين إلها نوعين، يا إما بتكون سمبل أو كونجيجيتد. سمبل يعني بتكون بس تتكون من أمينو أسيد، يعني ما في أي مادة تانية مع هذا البروتين. كونجيجيتد إنها بتكون في عندي بروستاتريك جروب، هاي البروستاتريك جروب ممكن تكون ميتال، كوفاكتور اللي حكينا عنهم بالتشابتر اللي قبل، أو ليبيد أو كربوهيدرات. تمام. هلا مثال على الكونجيجيتد بروتين اللي هم الهيموغلوبين، الهيم هي المرتبطه مع الهيموغلوبين. تمام. هلا لما يكون عندي بس بوليبيبتايد وحده رح يكون مونوميريك بروتين، اكثر من وحده مالتيميريك بروتين. هومو مالتيمر يعني بس عنده نوع واحد من البوليبيبتايد، يعني مثلا بس الفا او بس بيتا زي هيك. هلا الهيتيرو مالتيمر انها بيكون عندها تو اور مور ديفرنت تشين، يعني يا ممكن الفا هيليسيز او بيتا شيت. تمام. هلا هون عم بحكي لي انه الهيموغلوبين هو هيتيرو تترامر وعندها تو الفا تشين وتو بيتا تشين، يعني الهيموغلوبين هيتيرو تترامر. ليش؟ لانه عنده اكثر من شكل للبوليبيبتايد. تمام. هلا كمان هلا البروتين ممكن تكون فايبرس وممكن تكون جلوبيلر. هلا هون عم بيحكي لي عن خصائص الفايبرس وعن خصائص الجلوبيلر، هلا رح تلاحظوا الفرق. يعني هلا الفايبرس بيحكي لي انها بوليبيبتايد arranged in long strand or sheet، بينما الجلوبيلر بيكون شكلها spherical او جلوبيلر فورم، يعني هيك شكل كروي. الفايبرس water insoluble لانها كتير عندها هيدروفوبيك امينو اسيد، بينما الجلوبيولار هي ووتر سوليبل. تمام. الفايبرس سترونج بس مع ذلك هي فليكسيبل. الجلوبيولار عندها سيفرال تايب اوف سكندري ستراكشر. ايش يعني؟ يعني عندها الفا تشين، عندها البيتا تشين، وكمان البيتا بند. الفايبرس الوظيفه تبعتها هي ستراكشرال بروتين زي الكيراتين والكولاجين. الجلوبيولر عندها كتير فانكشن، منهم الانزيم والريجوليتوري بروتين. تمام. هلا هاي السلايد شو عم تحكي لي؟ عم تحكي لي عن انه بروتين ووظيفته، يعني الوظيفه اللي عرض لي اياها ايش البروتين المسؤول عنها. هلا الكاتاليسز انزيم، ستراكشرال كيراتين، ترانسبورت هيموغلوبين، ترانس ممبرين ترانسبورت اللي هي صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. هلا هاي صوديوم بوتاسيوم اي تي بيز درسناها بماده السكند. تمام. وفي عندي البروتين بتكون توكسين، وفي عندي كونتراكتل وهرمونز والستورج بروتين والديفنسيف بروتين. طبعا هدول انه حفظ، يعني فانه لازم تحفظوها. تمام. هلا نبلش بالجلوبيولر بروتين. هلا الجلوبيولر بروتين ممكن تكون مايوغلوبين وممكن تكون هيموغلوبين. تمام. هلا كلاهما عندهم الهيم جروب، تنينهم يعني. هلا الهيم بروتين جروب سبيشالايزد بروتين ذات كونتين هيم جروب از ا تايتلي باوند بروستاتريك جروب. هلا هاي البروستاتريك جروب اللي هي الهيم رح تكون نون بروتين وبتكون موجودة دائما في البروتين، يعني خلص هي هيك موجودة، مش انها اشي جديد واجع البروتين، لا هي دائما موجودة فيه. هلا وظيفة هاي الهيم بيعتمد على الانفايرمنت اللي تكون فيها الثري دايمنشنال ستراكشر. تمام. هلا الهيم الموجودة بالسيتوكروم بتكون الكترون كارير. الانزيم كاتاليز اللي يعني الهيم الموجودة بالانزيم كاتاليز بتكون اكتيف سايت. الهيم يلي موجودة بالمايوغلوبين او بالهيموغلوبين رح تكون اكسجين كارير. هلا المايوغلوبين والهيموغلوبين هما اول بروتين حددوا الستركشر تبعهم. هلا وظيفتهم هما اكسجين كارير. هلا الهيموغلوبين بينقل الاكسجين من الرئة للانسجة، بينما المايوغلوبين هو بخزن الاكسجين، يعني ما تخربطوا بينهم. هلا الستركشر والفانكشن اوف ذا هيموغلوبين. المايوغلوبين والهيموغلوبين عندهم
subunit يعني الستركشر تبعهم سيميلر لبعض. هلا تنيناتهم بتكونوا من 8 الفا هيليسيز عندهم هيموجروب، بس المايوغلوبين مونوميريك بروتين. حكينا مونوميريك يعني بتكون من 1 بوليبيبتايد. الهيموجلوبين هيتيرو تترامير حكينا انه بتكون من اكتر من بوليبيبتايد. تمام. هلا الهيموجلوبين منلاقيها اكتر اشي بالريد بلود سيل، تمام، وهي بتنقل الاكسجين من اللنج للكابيلاريز اوف ذا تيشو، او كمان يعني بتعمل على نقل ثاني اكسيد الكربون من الانسجة للرئتين. تمام. هلا الهيموجلوبين حكينا انها بتتكون من 4 بوليبيبتايد مرتبطين مع بعض نون كوفالنتلي انتر اكشن، والاتش سب يونت موجوده بالهيموجلوبين بتشبه يلي بالمايوجلوبين، وكلتاهما عندهم هيموجلوب. هاي بتقدروا تشوفوا هون انه الهيموجلوبين تتكون من 4 سب يونت، هي 1 وهي 2 وهي 3 وهي 4، بينما المايوجلوبين تتكون من 1 سب يونت. تمام. هلا المايوجلوبين موجودة أكتر إشي بالمصل وبالهارت، يعني بالعضلات وبالقلب. تمام. هلا المين فانكشن تبعتها اللي هي ستورج اوف ذا اوكسجين، طبعا لزمن معين. هلا نتيجة انها بدها تخزن اكسجين فانه رح تحتاج طاقة. تمام. هلا فهي بهاي الحاله رح تزيد من الريت اوف ترانسبورت اوف اوكسجين داخل المصل. تمام. هلا هي 80% منها بوليبيبتايد شكلها الفا هيليكس ليبلد فروم A تو H، ونهايتها رح تكون برولين اور بيتا بند. هلا بدي اياكم تركزوا على شغله. هلا A تو H، تمام، هلا هي بتتكون من هلا اوكي هي بتتكون من واحد بوليبيبتايد، تمام، هذا البوليبيبتايد الواحد فيه 8 الفا هيليكس. هلا المقصود ب A to H، يعني هلا عندي A هي الفا هيليكس، B الفا هيليكس، C الفا هيليكس لحالها، فهي بتتكون من 8 الفا هيليكس. تمام. هلا الانتيريور اوف ذا مايوجلوبين رح تكون نون بولر امينو اسيد، رح يكون في بينهم هيدروفوبيك انتر اكشن. طبعا التشارجد امينو اسيد رح تكون على السيرفيس. تمام. هلا نيجي ندرس الستركشر اوف ذا هيم جروب. اول اشي الهيم هي عباره عن كومبلكس اوف بروتوفورين اي اكس. هلا اي اكس معناها هي رقم 9. المهم هذا البروتوفورين ايش يعني من ايش بتكون؟ من 4 بايرول رينج linked by methane bridges. وكمان هلا غير انه البروتوفورين في عندي الفيرس ايرون اللي هو الحديد. هذا الحديد رح يعمل 6 روابط، 4 منهم مع البايرول رينج وتنتين رح يكونوا عموديات، ورح تكون واحدة منهم مع ال ان الموجودة بالهيستادين والثانية مع ال O2. هلا هذا ستراكشر البروتوفورين، هاي الحديد، هاي 4 روابط مع ال N، وهي هدول الرابطين اللي رح يكونوا مع الهيستادين ومع ال O2 موضحين بهذه الرسمة. تمام. حكينا انه الحديد بيعمل 4 روابط مع البايرول رينج، يعني كل هلا احنا عندنا 4 بايرول رينج، كل كل بايرول رح يكون في رابطة بينها وبين الحديد. تمام. هلا تاني شيء انه الحديد بيرتبط مع البروتين نون كوفالنتلي عن طريق الهيستادين، وكمان انه الاكسجين لما ترتبط مع الحديد رح يكون نون كوفالنتلي. هلا انا بدي اعمل استابلايز للاكسجين عن طريق انها تعمل هيدروجين بوند مع انذر هيستادين. هلا الهيم جروب رح تكون موجوده بهايدروفوبيك كريفايس اوف جلوبين بروتين. ايش يعني؟ هلا الهيم جروب رح تكون موجودة داخل انه فجوة، هاي الفجوة رح يكون كلها امينو اسيد رح تكون هيدروفوبك. طبعا هذا الاشي رح يكون بالجلوبين بروتين، يعني شايفين هلا هون الهيم،
هلا هي هيك زي داخل فجوة محاطة، كل المحاطة فيها هيدروفوبيك بروتين. تمام اوكي، هون نفس الكلام عم بحكي لي انه الهيم الحديدة مرتبطة، الحديد بيرتبط مع التترا بايلورال رينج ونون كوفالنتلي، ونفس الكلام بس هون في رسمة انه عم بتوضح. هلا المقصود بالديستال هيستادين اللي هي الهيستادين اللي ما بترتبط مباشرة مع الحديد، هاي الهيستادين اللي بتعمل ستابلايز للأكسجين، هاي البروكسيمال هيستادين اللي هي بترتبط مباشرة بالحديد. طبعا هذا الهيم اوكي سوري تمام. هلا هاي كمان رسمة عم تحكي لي عن الديستال هيستادين وكيف انه هاي الاكسجين مرتبطة مباشرة مع الحديد وهاي البروكسيمال هيستادين. تمام هلا حكينا انه الهيموغلوبين هي تترميريك، تتكون من 2 identical dimers. هلا الدايمرز الاول هو بيكون الفا بيتا 1 والدايمرز الثاني رح يكون الفا بيتا 2. هلا الانتر اكشن بتوين الفا والبيتا رح تكون سترونج، يا اما حتكون هيدروفوبيك او ايونيك او هيدروجين انتر اكشن، بس الانتر اكشن يلي بتوين التو دايمرز رح تكون ويك انتر اكشن، رح تكون برايمري هيدروفوبيك. هلا هدول التو دايمرز كان موف وذ ريسبكت تو ايتش اذر، رح يعطوني تو كونفرميشن حسب اذا كان عندي موجود الاكسجين او لا، رح تعطيني شكلين مختلفين. تمام هلا الشكلين المختلفين يا اما تي فورم او الار فورم. هلا تي فورم اللي هي تنس والار فورم هي ريلاكس. هلا شو المقصود؟ انه التي فورم اللي هي ما بتكون مرتبطه فيها الاكسجين، فالتو الفا بيتا دايمرز رح يكون في بينهم انتر اكشن تمام، سواء كانت ايونيك او هيدروجين بوند. هلا الافينيتي لهذا الفورم رح تكون كتير قليله للاكسجين نتيجه انه ما رح يكون في حركه للهيموغلوبين هات. تمام هلا الار فورم رح يكون هذا الفورم اللي مرتبطه فيه الاكسجين، رح يسمح للحركة. ليه؟ لأنه كسر بعض الروابط اللي بتكون بين الألفا بيتا سب يونت، فإنه صار أكثر حرية، فبالتالي الأفينيتي تبعت الأكسجين زادت. هلا هاي رسمة بتوضح هذا لما يكون بالتي فورم اللي هو بيكون فيه كتير انتراكشن بتوينهم. طيب وهون الار ستيت اللي هي رح تكون الريلاكس اللي مرتبطة فيها الأكسجين. تمام هلا هذه الرسمة عم تحكي لي هون مثلا احنا حكينا انه الدايمر الانتراكشن بين ذا تو دايمر رح يكونوا ويك ايونيك اند هيدروجين بوند بين الفا بيتا دايمر، هذا بالديوكسجينيتد ستيت. هلا بين الفا بيتا رح تكون سترونج انتراكشن، فهلا نتيجة انه ارتبطت الاكسجين على كل سب يونت هون رح تتكسر بعض الروابط عشان يصير انه افينيتي اكتر للاكسجين. تمام نيجي لاهم موضوع بالتشابتر اللي هو الاكسجين بايندينج تو مايوغلوبين. هلا المايوغلوبين عندها بس 1 هيم جروب تمام، يعني واحد هيم جروب يعني بس ترتبط فيها 1 موليكيول من الاكسجين. هلا بينما الهيموغلوبين عندها 4 هيم جروب، معناته انه 4 اكسجين موليكيول رح ترتبط فيها. هلا شكل الكيرف للميوغلوبين رح يكون هايبربوليك، بينما للهيموغلوبين سيجمويدال. هلا الميوغلوبين عندها هاير افينيتي للاكسجين من الهيموغلوبين. ليه؟ شو السبب؟ هلا الميوغلوبين رح تحتاج كونسنتريشن اقل من الاكسجين مشان تخلي المايوغلوبين half saturated، انه هلا انا عندي كمية كبيرة من المايوغلوبين تمام وعندي اكسجين، هلا رح احتاج تركيز قليلة من الاكسجين عشان تخلي نص هدول المايوغلوبين saturated تمام. القيمة تقريبا 1، بينما بالهيموغلوبين لا، رح احتاج كتير كمية كبيرة من الاكسجين، فعشان هيك القيمة تبعتها 26.
B15 is oxygen partial pressure needed to have saturation of myoglobin of hemoglobin. تمام. Concentration of oxygen هون أو ممكن أعبر عنها بالبارشل بريشر كيلو باسكال يعني. تمام. هلا الأكسجين ترانسبورت بروتين. هلا الأكسجين لازم لما إنه الميوغلوبين يرتبط فيها لازم عند هاي بارشل بريشر. هاي بارشل بريشر يعني عندي كونسنتريشن كتير عالي من الأكسجين، فهون رح يكون لودينج. لودينج يعني رح يحمل الميوغلوبين، رح يحمل الأكسجين. هلا لما يروح ينتقل ل منطقة الأكسجين فيها تركيزه قليل أو البارشل بريشر قليل، رح يعمل unloading، يعني رح يعمل release للأكسجين. يعني هلا باللونجز رح يكون في عندي concentration كتير عالي من الأكسجين، فهون رح يكون في عندي التحميل للأكسجين، فهون رح يكون عندي الهاي أفينيتي. الميوغلوبين رح يكون عندها هاي افينيتي للاكسجين. المقصود بانه هاي افينيتي يعني انا الميوغلوبين عندي اني بقدر احمل اكسجين، بس لو افينيتي لا رح ابطل اني حابة احمل، فرح انه رح يعمل ريليز. تمام اوكي. هلا هون معطيني شوية معلومات انه الميوغلوبين حكينا انها الهايبربوليك اكسجين بايندينج كيرف، والميوغلوبين رح تكون oxygen tightly released at very low concentration of oxygen. تمام؟ يعني هلا الميوغلوبين متى رح تعمل release and very low concentration of oxygen. تمام. هلا الهيموغلوبين sigmoidal curve. الهيموغلوبين عندها high affinity للأكسجين. هلا high affinity بس عند ايش؟ عند تركيز كتير عالية، وكمان تقدر تعمل ريليز للأكسجين عند لو concentration of oxygen. بس هلا لاحظوا شغلة هون. هلا هون ال B50 للميوغلوبين 2.8، ال B50 للهيموغلوبين 26. هلا هون عم بحكي لي weak binding. ليش weak binding؟ لأنه رح يكون الأكسجين عندها low affinity، الهيموغلوبين رح يكون عندها low affinity، لأنه الهيموغلوبين متى رح يكون عندي strong binding؟ عند high affinity رح تقدر تحمل أكسجين. يعني بهاي هون رح يصير في عندي release للأكسجين. تمام. Exchange of molecular oxygen at low partial pressure from hemoglobin to myoglobin. هلا عند partial pressure مثلا 20، هلا الهيموغلوبين رح تكون عندها low affinity للأكسجين، فإنه إيش اللي بيصير؟ إنه الهيموغلوبين رح تعمل release للأكسجين مشان يروحوا على التيشيو. تمام؟ الأكسجين يعني تروح على التيشيو، فإنه الميوغلوبين بيكون طلعوا لسه إنه عندها إنه high affinity للأكسجين، فالأكسجين اللي فقدتها أو عملت لها الهيموغلوبين release رح تاخدها الميوغلوبين وتعملها انه ستورج. بس انه هاي الفكرة هون. Oxygen binding to hemoglobin show positive cooperativity. شو المقصود بالpositive cooperativity؟ المقصود فيه هلا احنا مش بنعرف انه الهيموغلوبين بتكون من 4 سب يونت. تمام؟ كل هلا لما تيجي الاكسجين وترتبط بسب يونت الاول رح تخلي الثلاثة سبيونت التانيين يكون عندهم أفينيتي للأكسجين، مع إنه بالبداية الأربعة ما كان عندهم أفينيتي. فإنه لما أجت أكسجينة واحدة وارتبطت بواحد من السبيونت، الثلاثة صار عندهم أفينيتي للأكسجين، فبالتالي هم ارتبطوا بسهولة أكبر. طيب نيجي نقرأ الأكسجين binding to hemoglobin show sigmoidal shape، إنه low binding affinity at low concentration of oxygen و high affinity at higher concentration. تمام. cooperativity by the four subunit of hemoglobin، إنه لما واحد يرتبط بال one heme group increase the oxygen affinity of the other heme group بال same hemoglobin. تمام. هلا ال affinity of hemoglobin لآخر subunit أو إنه آخر heme group لما تيجي الأكسجين ترتبط فيها رح تكون
الافينيتي تبعتها اكثر 300 مره من الافينيتي لما الاكسجين ترتبط اول مره باول سب يونت. يعني هلا انه المقصود بهذا الكلام انه لما تيجي الاكسجين ترتبط باول سب يونت رح يكون صعب عليها. ليش صعب عليها؟ لانها عندها لو افينيتي. بس لما اخر واحد اللي هو الرابع لما يجي يرتبط بالاكسجين رح يكون عنده هاي افينيتي، فانه رح يكون سهل انه يرتبط. تمام. فالاكسجين افينيتي increases as each oxygen molecule bind increased affinity due to conformational change. هلا زيادة الافينيتي بسبب انه تغير الconformation تبع الهيموغلوبين. كان deoxygenated اللي هو low affinity اللي هو ما بيكون مرتبط، صار الoxygenated form. هلا الهيموغلوبين حكينا انه وظيفته ينقل الاكسجين من اللنج للتيشو، بينما الميوغلوبين ما عنده هذا الاشي، ما بينقل لي الاكسجين من اللنج للتيشو. تمام. هاي الصورة بتشرح انه كيف الهيموغلوبين مش مرتبط فيه اشي. لما اجت ارتبطت فيه الاكسجين اول وحدة زادت الافينيتي فور اكسجين. تمام. في شغلة بدي اياكم انه تنتبهوا عليها. هلا حكينا انه الهيموغلوبين تتكون من 4 سب يونت. هلا ليش والاربع سب يونت كل وحده فيها هيموجروب؟ عشان هيك ترتبط باربع مولكيول من الاكسجين، بينما الميوغلوبين عندها بس سب يونت وحده، فمشان هيك بترتبط بواحد مولكيول.